السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم هنبدأ نتكلم في أي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة إن شاء الله جايين بفيديو جديد، جايين النهاردة هنعمل فيديو كويس. فهي النهاردة إن شاء الله اللي هنتكلم فيه اللي هو تحديد عمر الحمام أو معرفة سن الحمام، لأن في مشاكل بتقابل الناس، في تليفونات كتير بتجيلي، في كومنتات كتير بتجيلي، احنا مش عارفين سن الحمام. احنا عايزين نعرف عمر الحمام، طب امتى فرد الحمام نعرف ان هو يشتغل يعمر الحصويتين، طب امتى نعرف ان النتاج اكتملت اللي هي تحس الحصويتين كويسين والكلام ده. فاحنا قبل ما احنا نخش في الفيديو بنحب نوصل بس للناس النهارده تاني سنه لينا على اليوتيوب، النهارده 17/8، كل سنه وانتم طيبين. اولا بالنسبه للعيد الاضحى المبارك، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. النهارده يا باشا تاني سنه لينا على اليوتيوب، الحمد لله فضل وعدل من عند ربنا وصلنا لنجاح كويس. فاحنا كنا السنه اللي فاتت 2017 كنا 10,000 مشترك، الحمد لله السنه دي وصلنا ل 36,000 مشترك. ان شاء الله السنه الجايه بيكم معاكم مكملين نوصل ل 100,000 مشترك، لكن جوايا ان شاء الله وثقه فالله نار ان شاء الله اللي هو السنه الجايه كده نوصل ل 100,000 مشترك. فاحنا دعواتكم معانا، دعمكم معانا، لايكات، شير، الكلام ده، لان عايزين نوصل لكم كتير اللي احنا نوصل المعلومه للناس. الحمد لله متابعينا بره مصر وجوه مصر ومحافظات اي حته الناس بتتابعنا، وكل ده فضل وعدل من عند ربنا، حب من الناس. فاحنا الحمد لله ربنا يديم علينا محبه الناس. طيب النهارده يا باشا احنا النهارده هنعمل فيديو جامد، لان بنقول لك تاني سنه لينا على اليوتيوب، فلازم الفيديو يخرم الدماغ. اركن السلسله على جنب بقى، احنا دلوقتي عايزين المصلحه، عايزين نفيد الناس، عايزين احنا مش هنعمل زي ما انا قلت لك قبل كده في فيديو، انا ما بقيتش نفسي بحاجه. والله انا بشوف رغبه مشتركينا ورغبه متابعينا والكلام ده، ايه اللي واقف معاهم؟ لان مفيش هدف، لا انا هدفي اللي انا اوصل لك اللي انت تبقى غوي ناجح، فكده كده انا مش هقيد نفسي، مش همشيك على مزاجي، لا انت واقف معاك حاجه مفيش مشكله، نعمل فيديو نعمل اتنين ونرجع لسلسلتنا تاني برضه مفيش اي مشكله. ربنا يدينا الصحه ويديكم الصحه وما تتزوجش بس مننا، وان شاء الله فيديوهات كتير هتيجي، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن بكتير. طيب النهارده نعرف فرد الحمام او سن فرد الحمام. ممكن نتكلم لو عايز تعرف من هو من بدايه الحصوايه او من بدايته للبيضه لغايه ما يبقى فرد حمام ذكر او نتايه كبير، ممكن اللي احنا نتكلم واحده بواحده مع بعضنا. ليه احنا بنوصل؟ بنحب اللي احنا مثلا في الفيديو بتاعنا نحب اللي احنا نزود في معلومات، بنحب اللي احنا بنضيف حاجات حتى لو كنا قايلينها في فيديوهات، بس عشان خاطر في حاجه، في مشتركين كتار اللي هم داخلين او جدد اللي هم داخلين على القناه عندي، لان هو بقول لك من سنه كان 10,000، وصلت ل 36,000 مشترك، الناس اللي هي معايا من اول القناه تحياتي ليهم، فكده كده عارفين اي حاجه تخص اي فيديو انا عملته. طيب الناس الجدد دولت اللي هم لسه داخلين، ما لسه يا باشا انت كل يوم بتبص في عدد المشتركين، بيزيدوا 1000، بيزيدوا 500، بيزيدوا 2000، فكده كده كل ده جدد عليه، فالطبيعي اللي هو داخل لسه مش عارف ده، انت لسه عامل اول فيديو ده؟ لا يا باشا، ده احنا بنتكلم في 150 فيديو عاملينه. فانا عايزك اللي انت ايه ترجع للفيديوهات، عايزك برضو اللي احنا بندي نفس المعلومات، ندي مثلا معلومه اللي هي كده يخش يدور على الفيديو، يخش يشوف بحيث اللي هو يستفاد والكلام ده. طيب هنتكلم يا باشا اللي هي مثلا معاد اللي هو فك الحصى، او معاد اللي هو مثلا من ايه؟ بدايه اللي هو سن الحمام، من بدايه الحصى وبعد كده واحده بواحده مع بعضنا. النهارده الواحد فايق وجمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله، فكده كده الواحد برضه ان شاء الله حاطط في دماغه اللي هو هيعمل فيديو يكسر الدنيا ان شاء الله. اول حاجه يا باشا زي ما احنا عارفين في الصيف عمر الحصى اللي هو بيفك، يعني مثلا او معاد فك الحصى من 15 ل 17 يوم، ده في الصيف. طب في الشتاء يا باشا من 18 يوم ل 21 يوم، ده معاد اللي هو فك الحصى بتاعه، احنا بنكشف على الحصى بعديها بثلاث اربع ايام، العروق شرحت او التشريح بانت في قلب الحصوات، برده بتمسك الحصوات بتكشف عليها في قلب اللمبه، فبيبان اللي هي العروق بتاعت اللي هي الجنين او تشريح الدم، دي بتبقى الحصوايه بعد ثلاث اربع ايام بتكتشف عليها اللي هي الحصوايتين دولت معمرين. عمر يا باشا اوراقهم من 15 يوم ل 17 يوم في الصيف، في الشتاء من 18 يوم ل 21 يوم، ده موضوع الحصى. ليه احنا بنوصل دي؟ عشان خاطر الناس اللي بتسيب 15، جالي تليفون امبارح قسما بالله واحد بيقول لي انا سايب القص التحديد، رعد على حصى بايظ
بقاله 15 يوم وعايز احضر بزارة. يا باشا طريقة التحضين، اسمع الكلام، طريقة التحضين من 3 ايام لاربع ايام، مفيش 5 ايام. انا عن نفسي ما بعملش 5 ايام. 5 ايام في حمام اساسا ثابت ميعاده على الاكس، يجي اليوم والمصحف الزغاليل بيكون او الحصى بيكون بينقر، وتلاقي خلاص القص زهق. فترجع اللي انت تخش في قصه تاني اللي انت تحط له زغلول ويرجع يرقد والكلام ده. فاحنا عايزين نمشي بخطوه كويسه. انا عن نفسي بحط الحصويتين بنساهم، عارف الاسس التحضين بتوعي، عارف الرجاله بتوعي، خلاص الحصويتين عمره وشرحه تحت الاهالي. بس وقت ما يفكوا انت فاهم، اجي في اليوم اللي هم بيعدوا بيفكوا فيهم خلاص الزغلول فكوا خلاص ماليش فيه، لان عارف القص بتاعي بيقوم والكلام ده. لكن في اسس كده بتبقى رهنه في الكلام ده، فانا عايز اللي هو طريقه التحضين من 3 ايام لاربع ايام، مفيش 5 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام، ولا اللي انت تسيبهم اسبوع والقصه دي، لان انت بتفقد الحمام او بتفقد الحصى بايديه. دي نقطه. خلصنا اللي احنا بنقول لك مثلا بيفكوا اللي هم في الشتاء من 18 يوم ل 21 يوم. طيب ميعاد يا باشا اللي هو فطام الزغلول امتى؟ ميعاد فطام الزغاليل عامه حمام عن حمام بيختلف. يعني ايه؟ يعني حمام الجريزلان، جمعيات، شوامه، شقلبزيات، القصه دي كلها بتختلف عن الغزال. في اللي هو الحمام ده في صحة، يعني الزغلول عمري اسبوع تلاقيه قد كده، الزغلول الغزار يا عيني عمر 10 ايام قد كده، كده ماله صحة، فرد الحياة عنده قوة دفع. انت فاهم ده عياله يا عم، ده لو حد لو انا رعد القص بيزقني انا هيخلي فيها صحة. فالطبيعي اللي هو فرد الحياة والغزار بيبقى مرة، فبتلاقي اللي هو عمر الفطام بتاعه بيختلف. يعني دولت مثلا اللي هم التحضين اللي احنا مسمينهم التحضين، مسميات التحضين اللي هي الجريزليات والجمعيات والشوامة دي، عمر الفطام بتاعهم مثلا من 30 يوم، بتشد الزغاليل من تحتهم لان بيكونوا اتكسوا من تحت بطاطهم، وبتلاقي الحمام بيطبخ في قلب الكلفه بتاعتهم، فبتلاقي فرد الحمام بصحه كويسه، فبتلاقي مفيش فرد حمام مطعوم. طب الغزار امتى بنفطمه؟ الغزار يا باشا بنفطمه من اللي هو 40 يوم ل 45 يوم. في زغاليل اللي هي غزار برده اللي هم القدس المساويد اللي روحنا الزرعتيفه اللي هو الصوف ورق الكلام ده، دول برضه بيتفطموا يعني مثلا 30 35 يوم. لكن في حمام تاني برضه خضر سكرتات مش عارف ايه، فبتلاقي اللي هم ميعاد الفطام بتاعهم بيبقى من 40 يوم ل 45 يوم. طيب ايه غرضنا اللي احنا بنقول اللي هو مثلا حصى وبنقول اللي هو ميعاد الفطام والكلام ده؟ عشان اقول لك سن فرد الحمام كام؟ يعني اللي احنا مثلا هنقول 15 يوم ونقول مثلا 45 يوم، ادي كده مثلا شهرين اركنهم على جنب. هي بتبقى ايه؟ يعني من 15 ل 18 ل 21 برضه ميعاد الفطام هتلاقيها مثلا من 35 من 30. فانت احنا بنقول هنجمع شهرين ونركنهم على جنب. طب الشهرين دولت ايه؟ اللي هو عمر من اول الحصوايه او من اول البيضه لغايه ما بيبقى زغلول بتفطمه، شهرين ركناهم على جنب. طيب اول رمي للحمام بيبقى بعد قد ايه؟ بعد اللي هم الشهرين دولت بيبقى فرد الحمام بعد 15 يوم يرمي اول ريشه. طب الريشه بكام دي؟ الريشه دي بتبقى الريشه العشر، بس ما بنعدش العشر، لا ده احنا بنقول فرد الحمام عليه 9، عليه 8، عليه 7، عليه 6، عليه 5، عليه 4، عليه عدلت العديله والعديله والصمه اللي هم بيبقوا ايه؟ بيبقوا اخر 3 ريشات من كتف فرد الحمام من قدام. طيب من اول الكتف ده بالصامه العديله عدله العديله اللي هم اول 3 ريشات من الكتف دولت اللي هو الحمام بنسميه. طيب مع بعضنا كده احنا كده كده الناس اللي هي فاهمه. طب احنا هنشرح على فرد الحمام عشان تعرف سن فرد الحمام كام. ادي فرد الحمام اهو بيجي يرمي من هنا الريشه اللي هي بتبقى الريشه العشرة لكتفه، يعني انت لو عديت منها هتلاقي 10 ريشات، لكن احنا بنعد من اول ما الانبوبه دي بتطلع اهي. لو الكاميرا موضحه انبوبه بدمها اهي صغيره اهي، فبتطلع من هنا كده. طب 9 8 7 6 5 فرد الحمام ده عليه 4 اللي هي بص التلات ريشات بقى اللي هم في الاخر دولت، دي اللي هي بتبقى 3 و2 و1، دي عدلت العديله والعديله والصمه. طيب فرد الحمام ده يا باشا كده احنا عرفنا اللي هو فرد الحمام لما بيجي يرمي بنعد من بعدها من جوه، يعني بنعد فرد الحمام كده هتعد مثلا الريش اللي هو الانبوبه دي طالعه بتبقى من الكتفين يا جدعان، من هنا ومن هنا الزغاليل عمر السنه، فبتلاقيهم
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عليه خمس رشاش. طب لو جوه ستة، طب لو هنا سبعة، لو كده تمانية، كده تسعة. يبقى اول رمي الفرد الحان اللي هي الرشة اللي احنا بنعد من ورا الرشة العشرة، يعني ما بنقولش عشرة، لا بنقول تسعة. ده بالنسبة للي هو اول رمي فرد الحمام. طيب رمي فرد الحمام ده بيخلص، بيقعد مثلا فرد الحمام بيخلص قد ايه؟ بيخلص في وقت قد ايه؟ بيخلص يا باشا نجمعهم مع بعض او بيرمي الريشه كل قد ايه؟ ما انت هقول لك كل قد ايه؟ الريشه بتترمي كل 15 يوم، يعني كل 15 يوم فرد الحمام بيرمي ريشه، كل 15 يوم بيرمي ريشه، طب 10 ريشات يا باشا فرد الحمام بعد ما اتفطر 10 ريشات بيرميهم، طب 10 ريشات في خمس يعني 10 ريشات دولت هنعملهم اللي هم في 15 يوم، هيقطعوا بالظبط خمس شهور. طب ازاي برضو مع بعضنا عشان خاطر في ناشئين صغيرين لازم نخاطبهم فلازم يبقوا فاهمين. ال 10 ريشات دولت كل ريشتين بشهر. كل ريشتين 10 ريشات اهو. كل ريشتين بشهر، ليه؟ لأن كل 15 يوم بيرمي ريشة. كده شهرين، كده رشتين، كده اربعة، كده ستة، كده تمانية، كده عشر رشات، كده العشر رشات في خمس شهور. خمس شهور ومعاد من هو حصويتين اللي هم بمعاد اللي هو الفطام بتاعه شهرين، ادي سبع شهور. كده حياة فرد الحمام من وهو في البيضة، يعني حياة عمر فرد الحمام كله سبع شهور من وهو اول ما تكون الجنين في قلب الحصواية بتاعته. كده عمر الحمام سبع شهور. طيب ميعاد الشغل بتاع الحمام بيختلف من حمامه لحمامه. الحمام الغزار احنا بنسيبه بعد اللي هو ما يرمي الريش بتاعه بعد الخمس شهور، بنسيبه من شهر لشهرين. ليه؟ لان سن البلوغ بتاع الذكر اكتمل، يبقى فرد الحمام ما يروش. لما بسيبه شهر ولا شهرين اللي هو فرد الحمام ما بيروش. ده بالنسبه للحمام الغزار. طب ما عندي تحضين بيشتغل اللي هو مثلا وهو عليه اتنين وهو عليه ثلاثه، نسبه البلوغ بتاعته زايده، نسبه المناعه بتاعته زايده، ففرد الحمام كده كده حتى لو ما عمرش مش هيوجعك في حاجه. يعني لو فرد الحمام التحضين ما عمرش الحصويتين كده كده يا باشا هيشتغل برضه كده. لكن فرد الحمام الغزار كدكر كنتايا لو ما ادينوش حقهم كده كده بنفي فرد الحمام. في ايه؟ لو دكر اللي انت مثلا لقيته وهو عليه الصمه ولا عليه واحده فرد الحمام فوت. فوت يعني ايه؟ فرد الحمام ما بقاش عنده تقصير، ما بقاش بقى يروق فرد الحمام عندك، فكده كده فرد الحمام مش هيعمر معاك تاني. لكن انا بصبر عليه من بعد ما يخلص ريش من شهر لشهرين. ده بالنسبة للذكور. طب النتي انت بتصبر عليها ليه؟ لان الانوثة بتاعتها تكتمل. يعني ايه الانوثة بتاعتها تكتمل؟ يعني اللي هو عنقود الحصى هي النتاية بتبقى بنت النوم. بتبقى ايه بقى؟ النتاية انا ممكن مثلا في حاجة انا بعملها برضو دي معلومة ليه؟ النتاية بتخلص بتقفل السماي بحطها للذكر يسويها بس ما بخلاش تشتغل. يعني ايه بتحطها للذكر يسويها؟ انت ايه عم هتحطها للذكر هو على النار؟ لا يا باشا مش على النار. الذكر بيكون خلاص ايه خلص مثلا وذكر جائر. الذكر الجائر ده انا ما بدلهاش عيل ابن السنه، ده انا بديها فرد حمام كبير مخضرم. ليه؟ فرد الحمام الكبير ده هي لسه يعني اول مره تخش الذكر، هتلاقيها واقفله كده على المكلف، هتلاقيها على المسقف، فالطبيعي اللي هي بتبقى خايفه. لكن فرد الحمام الكبير خبره فكده كده هيجر على النتاية. النتاية كسحت له، النتاية زفت له، النتاية فرشت له، هيبتدي اللي هو يكسر على النتاية. فاهم هو بيعمل ايه؟ لكن الصغير قسما بالله النتاية تلاقيه وقع عداله كده ممكن يكسر جنبها. يا عم النتاية يخرب بيت امك، النتاية ما هي ما تطلع تكسر عليه، هو لسه البلوغ بتاعه ما اكتملش. فانا بديها مثلا النتاية دي للذكر، فاللي هو مثلا الذكر الكبير ليه بيسويها شويه، بيخلي حجر النتايه يوسع معاه، بحيث لما يجي عنقود الحصى بتاعها يتكون وتبدا اشتغل بيها الحصوايه ما تزنقش فيها، الحصوايه ما تتقلبش فيها. ليه؟ لان انا وسعت الفتحه بتاعتها، فاللي هي كده كده الذكر فضل يكسر عليها حجرها وسع. فلما تيجي مثلا ابدا اللي انا اشتغل بيها، طب انت بتسيبها قد ايه برضه؟ عشان دي نقطه الناس ما تسيبهاش مثلا شهر لشهرين عشان تشتغل والكلام ده. انا بسيبها من 10 ايام ل 15 يوم مش هتحصل. انا بقول لك خدها مني ايه؟ لو النتايه لسه زايفه صغيره وقفلت السماير ممكن اسيبها من 10 ايام ل 15 يوم. حجرها هيبحر ويوسع وكده كده هرفعها من على الذكر واسيبها، ان كان في مصطبه ولا ان كنت سايبهم في حته ولا ان كان في باب والكلام ده. وبعد الشهر وبعد شهر ونص او شهرين ببتدي ان انا ادخل النتايه لذكر كبير.
ليه؟ لأن الدكتور الكبير زي ما أنا بقول لك اللي هو بيبقى عنده خبرة بيبقى كافية الكلام ده. طيب الدكتورة الصغيرة اللي أنت بتلقيها ينفع ألقي اتنين صغيرين لبعض؟ لا ما ينفعش تلقي اتنين صغيرين لبعض، قسما بالله الفيديو ده يتقل بفلوس. الاتنين الصغيرين ما ينفعوش يتلقوا لبعض اللي هم عمر السنة، النتاية ما بتكونش عندها خبرة، الدكتور نفس الكلام ما بيكونش عنده خبرة، فأنا بعمل عملية مقص. يعني إيه عملية مقص؟ يعني أدي الدكتور الصغير لنتاية كبير، طب النتاية الصغيرة أديها لدكتور كبير، يزيدوا خبرة، بعد كده ممكن أردهم على بعض اللي هم مثلا عيلين صغيرين أشتغل بيهم، كده بالنسبة للي هو الحمام بيزيد خبرة، الحمام بيفهم، الدكتور بيعرف يطلع يكسر على النتاية، النتاية بتعرف تثبت اللي هو الدكتور يطلع يكسر عليها، فدي اللي هو ميعاد سن الحمام او ميعاد شغل الحمام اللي انت تحدد العمر بتاعه. خلصنا؟ لا ما خلصناش، ده لسه يا باشا، ده انت ما تعرفش احنا بنتكلم في حال السنه. طب انت تعرف فرد الحمام امتى؟ ان كان ده رمي اول ولا رمي تاني؟ فرد الحمام اللي بيرمي في الاول وبيرمي في التاني كده كده، انا كغاوي حمام نظريه الفرد الحمام الزبون بيبان عامل زي الطفل الصغير بالظبط. الطفل الصغير مع مرور الوقت بيكبر، فكده كده باين عليه ولا شنب تليقله ولا صوته جحش ولا الكلام ده. طيب الراجل الكبير بقى او تاني سنه ليه اللي هو فرد الحمام يقلش والكلام ده، فرد الحمام بيبان على اجدائه اللي هو مطرح الزق بتاعه، بيبان على تكفينه عينيه فاللي هو برده بتبتدي اللي هي الكرنش، بيبان على رجله بتبتدي اللي هي تخشن. ده بالنسبه لفرد الحمام. فكده كده فرد الحمام مثلا ابن السنه وابن السنتين بيكون شكله وسيم لسه، يعني عامل زي ايه؟ من طفل لشاب مثلا عنده 19 20 سنه برده لسه. لا السنه اللي بعديها، السنه اللي بعديها مش هتبقى عندها 20 سنه ايوه ولا 21 سنه، لا ده فرد الحمام بيبان عليه بكبر لان هو بقى له سنتين بيزق. اللي بعدها هيبان عليه بكبر اللي هو بيزق. طيب في ميعاد قالش يا جدعان عشان خاطر الناس اللي بتغلط، وفي مشاكل بتقابل الناس بتعمل ايه؟ حماميه بتكون بتقرش، وفي ناس بتعمل بتنسل رشتين برضه عشان الناس اللي بتنزل، انا عايز حمام صغير اشتغل بيه، طب البس عشان خارجين، اوريك انا الحمام اللي هو الصغير ده. فرد الحمام بيعملوا فيه ايه؟ فرد الحمام تبقى انتهى كبيره ومخلصه وممكن واقفه وما بتحسش والكلام ده، روح ناس الريشه من هنا وناس الريشه من هنا، طيب عليها اثنين، عليها واحده، عليها الصمه، ده ايه ده؟ ده رشتين، ما انت الرمي ممكن فرد الحمام يبقى ريشه كتف سبق كتف، يعني ممكن يبقى عليه خمسه من هنا والكتف الثاني على اربعه، ده معاد قلش بيبقى تغيير ريش والكلام ده، ممكن فرد الحمام بيهدر رشتين والكلام ده. طيب خد بالك لان في ناس بقول لك بتنسى الريشه من هنا بتنسى الريشه من هنا، انت راجل بقى مثلا غاوي بتمسك فرد الحمام بتقلبه، ده فرد الحمام ده عليه واحده، ده عليه اثنين، يا باشا ده فرد الحمام كبير، بس كده كده هو معدل له الرشتين عشان خاطر تمسك فرد الحمام سرعه بيعه اكتر، يعني تنزل السوق مالس لما انت تبقى عندك خبره وتبقى فاهم فرد الحمام اللي في ايديك وتعرف تحدد عمر فرد الحمام. لما بقول لك فرد الحمام بيبان على اشلاءه، فرد عمر ما بيبقى فرد حمام صغير، بتلاقي الحته دي بتلمع عنده، ده بيبقى فرد حمام زائد فرد حمام كبير، فانت ما تتخمش وتقول مثلا ايه ده عليه اثنين، ده عليه واحده، ده عليه ثلاثه، ده القصه دي، لا في حمام اللي هو بيكون زي ما بقول لك الناس بتاعت ترشه وبتنزل تبيعه على اللي هو سنه صغير، لا انا امسك الحمام بتاعي يزيدني خبره اعرف فرد الحمام ده. انا واحد من الناس انا ما بحسبش بالريش ولا بالكلام ده، انا بحسبها بايه؟ عندي فارغ مثلا النهارده، يعني مثلا فارغ في شهر ايه؟ اللهم صل على النبي في شهر واحد. خلصنا؟ فضلت الزرايف في شهر واحد، سيبك من شهر واحد. اضرب خمس شهور فوق الشهر واحد، ادي خمس شهور مثلا على الواحد بقى ست شهور، احنا في شهر 8، بسيب الحمام ده، الحمام ده مفتوح يعني اللي هو مثلا عمره من سبع شهور لثمان شهور، لان انا فاكر ايه؟ مشتغل وفاطر من الزغالين من شهر واحد، ده غنى واحد ابتدائي اللي هم خلصوا الريش اللي عليهم في شهر سته. طب انا سايب النتي ايه في المصطبه ولا كان في البيبان بقى لهم سبع شهور، النتي قسما بالله بتحصل وحدها في قلب الباب، لان انا الحمام مكتوب صح، الحمام منظوم في قلب الباب بتاعه، فبتلاقي فرد الحمام بصحه جيده، فبتلاقي اللي هو الحمام بيحصل وحده ده بيبقى حصى شبع، بيبقى الحصى اللي هو فيتامينات صحه عايده على فرد الحمام، فبتلاقي الحمام بيحصل حصوتين كويسين ما فيهمش اي مشكله. ده بالنسبه لعمر فرد الحمام وسن فرد الحمام. طيب هنقول اللي هو مثلا ميعاد القدش بتاع الحمام بيبدا من امتى وبيبقى مثلا بيقعد كام شهر والكلام ده. ميعاد برضه القدش نفس ميعاد عمر الحمام، ازاي ميعاد القدش نفس ميعاد عمر الحمام؟ يعني احنا بنقعد خمس شهور، برضه انت هتلاقي مثلا
الحمام بيتستف ريشه من 4 شهور لاربع شهور ونص، يعني اللي هو بيرمي، لان هو الرمي الزغلول بيبقى شيء، ورمي الحمام لما بيقلش بيبقى شيء، يعني ممكن حمام بيجي يسلم من اول شهر 6، في حمام بيقلش من اخر شهر 6، في حمام بيقلش من اول شهر 7، بس الحمام كله بيتستف امتى وبتخش تشتغل فيه امتى؟ من 15/10 ل 11، كده الحمام مفيش فرق، ده حمام اسمه بيقلش، الحمام كله بيتستف، في حمام بيخلص قلش خالص يا جدعان على اول شهر 9، في 15/9، في اللي هو 30/9، في اول 10 بيبقى الحمام متستف، فبتلاقي الحمام بيتستف، لكن اللي هو ميعاد القلش ما بيخلص خالص بيبتدي اللي هو 15/10 30/10 او 1/11، فبتلاقي الحمام متستف، فبتبدا اللي انت تشتغل بيه، وده بيبقى رمي تاني والكلام ده، فانت كده كده كل ما بيجي موسم القدش عليك بتلاقي الحمام بيجدد الريش، بتلاقي الحمام بيقضي الريش من هنا، فانت ما تتخدعش في اللي هو تلاقي الحمام، لا احنا عرفناه عمر سن فرد الحمام بيتراوح من امتى، فانت كده كده بتبقى عارف سن فرد الحمام، نظرتك بتبقى فرد الحمام، وقلب وخليك تبقى غاوي ناجح، تبقى غاوي كويس. فانا بصراحه انا مش عايز ايه ان انا ازود على الفيديو، لان هو الفيديو قسما بالله خرج من دماغ الواحد، فالحمد لله انتظروا ده مع كل جديد، مع علاء ادم اشتري بالرمضان، اوعى تروح بعيد وتعاشر في الجديد، معاكم كنتوا ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.